المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. جلالة الملكة عبد الله الثاني يهنئ بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية. مرور عامين على تعيين غبطة البطريرك بيير باتيتسا باتسابالا بطريركا اللاتيني في القدس. البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني يقوم بزيارة رسولية إلى الأردن والقدس. انطلاق فعاليات بازار الرحمة الثامن في التاسع من الشهر المقبل. وفيها أيضا دور المرأة في الكنيسة، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال: إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز، وهو التعزية الروحية، وقال: التعزية الروحية هي خبرة فرح داخلي عميقة تساعدنا على أن نرى حضور الله في كل شيء، وهي تقوي الإيمان والرجاء فينا وتمنحنا القدرة على أن نصنع الخير. فالشخص الذي يختبر هذه التعزية لا يستسلم أمام الصعوبات، لأنه يختبر سلاما أقوى من المحنة. لذلك فهي عطية كبيرة للحياة الروحية وللحياة ككل. بهذه التعزية يشعر الإنسان أنه محاط بحضور الله بطريقة تحترم دائما حريته. والتعزية الروحية هي عطية من الروح القدس، بها نشعر بإحساس من الحنان تجاه الله يجعلنا جريئين، فنريد أن نشاركه في حياته نفسها وأن نعمل ما يرضيه، لأننا نشعر بأننا في ألفة معه، وهو يرحب بنا ويحبنا ويمنحنا الراحة. وقال قداسته: لكن هناك أيضا تعزيات مزيفة، وهي ضجيج وبريق ومثل نار القش، تذهب سريعا وتنطوي على نفسها ولا تهتم بالآخرين، وتتركنا فارغين وبعيدين عن مركز حياتنا. لهذا يجب علينا أن نميز حتى عندما نشعر بالتعزية، لأن التعزية المزيفة يمكن أن تصير خطرا إن سعينا إليها على أنها غاية في حد ذاتها وبطريقة مهووسة ونسينا الرب يسوع. كما قال القديس برنارد: نبحث عن تعزيات الله ولا نبحث عن إله التعزيات. ومن الفاتيكان أيضا، وجه الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان نداء قويا من أجل السلام في أوكرانيا، وذلك في القداس الإلهي الذي ترأسه في بازيليك القديسة مريم الكبرى بمناسبة الذكرى 30 لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي وأوكرانيا، مشيرا في عظته أن كلام الله يناقض مظاهر أهوال الحرب وفشل الجهود البشرية. وفي الختام دعا الكاردينال بارولين المؤمنين إلى الصلاة من أجل السلام والعدالة والأمن، معربا عن الرجاء أن تتحول أوكرانيا المتألمة من بلاد مدمرة إلى حديقة مزهرة. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، سيقيم مكتب فضائية نورسات الأردن في التاسع من الشهر المقبل بازار الرحمة الثامن، وذلك في جمعية الهدف آل هلسة بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. وستشارك بمعروضات البازار الذي يستمر يومين العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن. ويشتمل البازار على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة.
اختتمت فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي الذي عقد في المملكة تحت شعار عمان عاصمة الطب العربية، بمشاركة 750 طبيباً وإدارياً من 51 دولة يمثلون جهات محلية وعالمية متخصصة في قطاع السياحة العلاجية، من مستشفيات ومراكز رعاية صحية وشركات تأمين وشركات أدوية ومعدات طبية. وعرض المؤتمر الذي يعد أكبر منتدى متخصص في السياحة العلاجية والسفر الصحي في العالم مواضيع هامة على مدى يومين قدمها 60 متحدثاً أردنياً وعربياً وأجنبياً. ويهدف المنتدى الذي استمر يومين إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية للسياحة العلاجية والسفر الصحي. المؤتمر أجى في وقت يعني بعد جائحة كورونا بوقت جدا مهم، لأنه إحنا من جائحة كورونا قلت عندنا السياحة العلاجية في الأردن، وإن شاء الله هذا المؤتمر إنه يرجع يعيد السياحة العلاجية للأردن، بما أنه حتى المنافسة حوالينا زادت في الأردن بالسياحة العلاجية بالمنطقة من السعودية ومن الإمارات، كل الدول بلشت تنتبه لأهمية السياحة العلاجية في الوطن. لذلك إحنا إن شاء الله كالأردن وخصوصا بعمان بالمستشفيات لازم نقود هاي المسيرة وحسب رؤية جلالة الملك، وننتشر بإذن الله بقوة بالسياحة العلاجية، لأنه تتوفر لدينا الإمكانيات كاملة بإذن الله. السياحة العلاجية في الأردن تعتبر نموذج يحتذى به على مستوى، ليس على مستوى الوطني وليس مستوى الخليجي ولا العربي ولا الإقليمي بل عالمي. هذا ليس شهادة مجاملة، وإنما هذه شهادة كأنا مسؤول في وضع السياسات والأنظمة على مستوى العالم العربي لمدة 5 سنوات وعلى مستوى الخليج لمدة 17 سنة، وكذلك شهادات المنظمات العالمية الدولية. الأردن يعتبر متقدم في مجال السياحة العلاجية، سواء من نظرة أكاديمية، من نظرة تقييم الخدمات، من نظرة سلامة الخدمة الصحية، من نظرة تنافسية، من نظرة هيئات والمنظمات والمؤسسات العالمية في تقييم السياحة العلاجية في الأردن. هذا باختصار ما أريد أن أقول، أن الأردن تعتبر A-Standard 1 Plus. يصادف هذه الأيام مرور عامين على تعيين غبطة بير باتيسيا باتسابالا بطريركا للاتين في القدس. ففي 24 من شهر تشرين أول عام 2020 قرر قداسة البابا فرانسيس تعيين غبطته بطريركا بعد خدمته كمدبر رسولي. وكان سيادته قد منح السيامة الأسقفية على يدي الكاردينال ساندري عميد المجمع الشرقي للكنائس. وفي عام 2017 عين عضوا في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان. وبهذه المناسبة تتقدم المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل بأحر التهاني القلبية لغبطة البطريرك باتسابالا. وبهذه المناسبة تتقدم المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل بأحر التهاني القلبية لغبطة البطريرك باتسابالا، متمنين له التوفيق في القيام بمسؤولياته وداعين له بموفور الصحة والبركة الإلهية كي يواصل خدمة الكنيسة وقضايا السلام والعدل والمصالحة. خلال زيارته للأردن وبحضور ممثلي الكنائس في المملكة وجموع كبيرة من الرعية السريانية وأبناء الرعاية، ترأس البطريرك مار أغناطوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم القداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرائية مار إفرام للسريان الأرثوذكس في عمان، بمشاركة المعتمد البطريركي في الأرض المقدسة المطران أنتيموس جاك يعقوب والسكرتير البطريركي المطران يوسف بالي. وفي عظة القداس ركز غبطته على التواضع الذي يعكس المحبة والشفافية، وهي واحدة من صفات والدة الإله السيدة العذراء، حاثاً المؤمنين على الالتزام بواجباتهم الدينية والتعاون لما فيه خير الرعية والأبرشية. هل لدينا الجرأة أن نقول مثل مريم العذراء أمنا، ها أنا أمة الرب ليكن لك قولك التي قالتها للملاك، فنقول جميعاً نحن عبيد الرب ليكن لنا كقولك. هل لدينا تلك الجرأة؟ إن كانت لدينا فإننا سنغير حياتنا كلها، فنصبح شهود حق لرسالة الإلهية، رسالة المحبة المتجسدة، رسالة الخلاص من أجل كل العالم. وكل واحد منا أحبائي مدعو أن يكون شاهداً وشهيداً لتلك الرسالة. كانت مناسبة حتى نجتمع فيها بأبنائنا
من المؤمنين من رشيد القدس والأردن وديار المقدسة كلها. هالزيارة هي زيارة رعوية تفقدية بعد انتقال المطران الأبرشية النائب البطريرك المثلث رحمات مار جبريل دنحو دحو. فمن واجبنا كأب للكنيسة أنه يتفقد أبنائه في الأبرشية اللي ما فيها مطران عينا له معتمد بطريركي، لكن بالتأكيد لازم يتعين له مطران ثابت. فهذا كان سبب زيارتنا حتى نجتمع مع المؤمنين، خاصة مع المجالس واللجان والكهنة، نسمع منهم نسمع آرائهم حتى ربنا يلهمنا بالأخير نختار الشخص المناسب اللي بيقدروا يشتغلوا معه ويشتغل معهم. بحب أشكر نورسات اللي اليوم نقلت هالقداس، نورسات جوردن الأردن اللي نقلت هالقداس الإلهي، خلت المئات الآلاف من الناس تحضروا بمختلف أنحاء العالم، وبالتعاون مع سوبورو تي في أيضا كان عم ينحضر هالقداس في أماكن كثيرة. نصلي دائما لقنواتنا الفضائية المسيحية اللي عليها رسالة، إلى رسالة كتير مهمة بنشر الكلمة وبنشر الوعي المسيحي بين أبناء الكنيسة في كل مكان. وهالدور للأعلام في كنيسة اليوم مهم جدا. قبل كانت بكلمة اللسان، كلمة الفم من واحد إلى آخر، بس اليوم مع وجود التكنولوجيا والإمكانيات الموجودة اللي ربنا أوجدها لنا لازم نستعملها أيضا في نشر الكلمة وفي تقريب الناس من الكنيسة ووضعهم في الجو الكنسي اللي أحيانا كتير ما بيقدروا جسديا فيزيكلي يكونوا موجود، لكن هالوسائل التواصل بالتأكيد بتعمل عمل كتير مهم مبارك في هالناحية. ربنا يبارككم ويبارك كل العاملين بكل قنواتنا الفضائية المسيحية، وإن شاء الله دائما نقدر ننشر كلمة ربنا اللي هي كلمة محبة وسلام وخلاص لكل الناس. احتفل في دير كنيسة بيت الزيارة لراهبات الوردية في دبوق بعمان بعيد القديسة ماري ألفونسين، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن. حضر القداس عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن سيرة القديسة ألفونسين وشفاعتها وكيف استطاعت أن تشق طريقها إلى القداسة والكمال بنعمة الله. لما بزور بعض الرعاية اللي عاشت فيها ماري ألفونسين هي دايما ذكرى عطرة إلها في هذه الرعية. بحاول أشوف وين عاشت وين سكنت، إن كان في السلط في يافة الناصرة في الزبابدة في غيرها، مرت هنا القديسة وتركت أثر. أصبحت معلمة واهتمت بشكل خاص بتعليم البنات، وهذه كانت رسالة الرهبانية. نتخيل تعليم البنات في القرن التاسع عشر في زمن اللي ما كانش فيه مدارس ولا للأولاد حتى، ولكن لما اهتمامها بتعليم البنات كان إشي رائد فعلا في بلادنا. هذه المعلمة أصبحت مدرسة، أصبحت مدرسة أولاً من خلال رهبانية الوردية. كل ما علمته في حياتها، كل ما عاشته ومحبتها لمريم العذراء ومحبتها للمسبحة الوردية أصبحت مدرسة تستمر من خلال رهبات الوردية، من خلال الأخويات، من خلال كل اللي بحب يصلي المسبحة وبعلم غيره يصلي المسبحة. وبتهيالي هذه هي رسالة كثير مهمة للأخويات. إيش تعمل الأخويات؟ اللي بتعمله رائع جداً بصلاتهم للمسبح، بمحبتهم لمريم العذراء، بأنه يعلموا غيرهم هذه المحبة وهذه الصلاة. استعداداً لقدوم عيد الميلاد المجيد أقيم في كنيسة مطرانية الروم الكاثوليك في أم السماق بعمان لقاء روحي بحضور وبركة المطران جوزيف جبارة. جمع اللقاء أخوية المعونة الدائمة في الكنيسة مع أخوية سيدات الزرقاء ومرج الحمام. بدأ اللقاء بحديث روحي ألقاه الأب جورج القائد، كما أقيم قداس إلهي ترأسه الأرشمندريت نادر صوق المرشد العام للأخويات في المملكة بمعاونة الإرشمندريت بسام شحاتيت
والأرشمندريت خالد شعبان. كان الموضوع حول الخدمة الناجحة في الكنيسة، كون أنه الأخوية بتخدم الكنيسة من خلال تكاتفها مع بعض، محبتها لبعض، من خلال أنه هي دورة كأم أنها تقدر تعمل دور فعال بالكنيسة من خلال دورة وعائلتها. برعاية السيدة تيماء خورق عوار، افتتح بازار خيري أقامته مجموعة حاملات الطيب الأرثوذكسية، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية، بحضور قدس الأرشمندريت سلوان وستحنونة والأيكونومس إبراهيم دبور. واشتمل البازار الذي شاركت به عدد من السيدات والشباب، وخصص ريعه لدعم العائلات المحتاجة، على مشغولات يدوية ومأكولات بيتية وزينة عيد الميلاد، وتحف وشموع وأطعمة متنوعة وتشكيلة من الحلويات الشرقية. هذا البازار يقام مرة واحدة في العام ولمدة يوم واحد كل سنة، وهذا ريعه بيعود توزيع المحتاجين. هاي المجموعة التابعة لهي الكنيسة صار لها من سنة 1990 لحد اليوم بتعمل نشاطات اجتماعية وروحية، وبالتالي بتستطيع أنه تطبق كلام الله عملياً، لأنه القديس يعقوب الرب يقول أرني إيمانك وأنا بأعمالك أريك إيماني. فالعمل وإعطاء الفقير والمحتاج هي أهم من أعمال الرحمة. وفي ماركا بالعاصمة عمان، أقيم في كنيسة الملاك ميخائيل للروم الكاثوليك بازار خيري، اشتملت محتوياته على هدايا عيد الميلاد ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وحلويات من صنع سيدات الرعية والمجتمع المحلي. وتوافد على البازار الذي خصص ريعه للأسر المتعففة عدد كبير من الزوار. في هذه الفترة من السنة كانت الأجواء حقيقة لدى الأشخاص يعمهم الفرح والسرور بهذه المشاركة الجميلة، والتي أيضا يستفيد منها أصحاب الطاولات، سيما أيضا أن هذا النشاط يعود بريع منه إلى مركز الحسين الطبي. ونتمنى في هذا العام أن يسود الخير والسلام في بلادنا والأردن، وأن يحفظ جلالة ملكنا المحبوب وسمو الأمير ولي العهد، أيضا أن تنعم كنيسة الأردن بالسلام والرخاء، وأن يكون العام القادم عام خير وسلام على الجميع، وكل ميلاد والجميع بألف خير. هذا البازار داعم مجموعة من العائلات اللي بحاجة دعم، وقمنا أيضا بدعم مركز الحسين للسرطان، ويوجد في البازار مجموعة من الفعاليات والأنشطة والجوائز. بهدف نشر اللغة السامية وإحياء اللغة الآرامية وكتابة الإنجيل المقدس بالآرامية، قام الأب بولس خانو الراهب في دير مار مرقس بكنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس في القدس، بخط الصلاة الربانية باللغة الآرامية على جلد خروف لحماية هذه اللغة من الاندثار. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوة. من كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس كان لنورسات لقاء مع الراهب بولس خانو ليحدثنا عن المخطوطات باللغة الآرامية، فهو يستخدم الأحرف الآرامية في محاولة لإرجاع وإحياء هذا الموروث اللغوي. فالأباء القدماء قاموا بترجمة الكتب من اللغة الآرامية فالعربية واللاتينية، وتعد الأقدم قبل الميلاد. ها هو الراهب بولس يخط الصلاة الربانية باللغة الآرامية على جلد الخروف بطريقته ورشته الخاصة. أبونا دمشمايو، هذه المخطوطة التي أصبحت تزين كل الأماكن وتعد منارة وإرثا منذ القدم توارثته الأجيال، كما نشاهد أيضا خط بقلمه الإنجيل المقدس باللغة السريانية، والتي أمضى ساعات وأياما ليطلق الإنجيل المقدس بحلة رائعة وجديدة. مر عن رحيم علي قابل قربك.
تهمينا داتو جريسا بران. رح أخبركم كيف بدت معي هاي الفكرة وهاي الموهبة. سنة 2014 كان 27/9، في هذا الشهر كان عندنا عيد الصليب. صراحة ساعة 3 الظهر كنت قاعد بالدير وأجاني مثل إحساس وشعور أدخل على المكتبة وأخذ الجلد وأخطط الصلاة الربانية. ما كان في علمي إنه يوم من الأيام رح أخطط، ما كان في علمي إنه رح أبدأ أعمل هالمشاريع الكبيرة بنعمة الرب. دخلت على المكتبة وأخذت هذه المخطوطات وبدأت أخطط شوي شوي، خط مخطوطة واحدة ورا الثانية، وعملت كميات كبيرة وبدأت أوزع على الأهل وعلى الأقارب. شفت في صدى كتير كبير ورا هاي المخطوطة الصلاة الربانية باللغة الأرامية، حابين كلهم يخدوها يعلقوها. فكملت واستمريت حتى يومنا هذا، وشفت خلال السنوات الماضية إنه هذه المخطوطة أو هذه الموهبة كانت هي رسالة من الله لإلي إنه أرجع أحيي اللغة السريانية الآرامية في هذه البلاد بواسطة الصلاة الربانية اللي خططتها قبل شوي قدامكم على جلد الخروف. فوصلت لجميع أنحاء الكنائس، وصلت لجميع البطاركة، ووصلت كمان للسفراء والقناصل والمدارس والطلاب، في خاصة في القدس وبيت لحم والأراضي المقدسة والأردن. نشكر الله كمان، عم بحاول كمان قدر الإمكان إنه نعطي ونوزع حتى تكون كلمة الرب منتشرة في جميع أنحاء العالم، خاصة باللغة السريانية الأرامية اللي انطلقت من أراضي المقدسة إلى جميع أنحاء العالم. نشكر ربنا خلال فترة الكورونا كنت قاعد في الغرفة قلت يا رب ايش اعمل، انه خلاص كل شيء تسكر قدامنا. فربنا سمعت صوت قال لي انسخ الاناجيل، قلت يا رب اذا هذا الصوت من عندك اعطيني اشارة. نشكر رب يسوع، بعد ثاني يوم اجتني حمامة وقفت عندي على الشباك، دليل انه هذا الروح القدس، وهي الحمامة اعطتني قوة وبدأت اخطط الاناجيل المقدسة، بدأت اخطط لانجيل مرقس لانه انا ساكن في ديما مرقس، وانجيل مرقس مكون من 16 اصحاح. فبدأت أخطط كتدريب لأول مرة لأنه هذا مشروع كبير، لأنه كلمة الله لنكون نظيفة ومرتبة واحد يخططها بقلبه رب. نشكر الله طلع معي ونجح، وخططت الأناجيل تقريبا 12 مرة بخط الإيد، وآخر إنجيل تقريبا قعدت عليه 40 يوم شغل وتخطيط ليل ونهار، 10 ساعات شغل، 5 صباحا 5 مساء، أدخل على الغرفة أحط إيدي على الإنجيل، أسكر الباب، أحط بخور وأضوي شمعة وأصلي وأطلب من الرب الإلهام والإرشاد حتى أخطط كلمة الله بدون غلط، حتى أخطط كلمة أنا قاعد بين إيدين الرب. فهلا لما أكون قاعد بين إيدين الرب لأن أكون أكثر بركة وأكثر خبرة روحية اكتسبتها خلال الفترات الماضية أنا قاعد مع الرب وخطط. ونشكر ربنا طلع في هذا الشكل إنجيل بهذه الصورة وخطه اللي استعملته، خط سترانجيلو بعود إلى القرن الرابع، وهذا القرن الرابع اسمه الخط سيرتو ديوانجليون، يعني خط الإنجيل. الآباء كتبوا الإنجيل في هذا الخط والمخطوطات القديمة. نعمة الرب هذا الإنجيل اللي قلنا لكم قبل شوي إنه خططناه طلع بهذا الشكل مثل ما تشوفوا، صليب ومكتوب إيوانجليون قاديشو على مي الذهب، وبعدين ملبس عليه كمان جلد لون أحمر خمري الغلاف حتى يكون إشي محترم وإشي مقدر لكلمة ربنا. ومثل ما تشوفوا هذا الورق قديم جدا، اخترت الورق القديم 180 جرام حجمه، وأخذنا الصليب المقدس من المخطوطات القديمة. في عنا رسائل المطارنة موافقة على الإنجيل، ورسالتي هون باللغة الإنجليزية وبالسرياني كمان حتى الواحد يقرأ يفهم شو هذا الكتاب ونوع الخطوط. هون نبدأ إيوانجيليوم ماتاي غاسبل أوف ماثيو، وهون هيك نبدأ مثل ما تشوفوا هذا هو الإنجيل الخط خططته خلال الفترة الماضية. مثل ما تشوفوا كله لازم يكون نفس الخط ونفس الحجم، وحطيت كمان عليه حركات. كنت أقعد عليه تقريبا بالليالي أسهر قدام إيدين الرب، فحتى طلع هذا الأسلوب يعني كان بده كتير تدقيق حتى يطلع بأسلوب حلو مميز وخاص، يكون فيه كرسم كأيقونة مرسومة بأحرف سريانية أرامية قديمة مميزة تطلع فيها أو تعكس التاريخ القديم. فعشان هيك اخترت الأشياء القديمة، الخط القديم بيعكس التاريخ الأرامي الآباء اللي كتبوا فيه هذا المخطوطات. فنشكر الله يعني طلع كله نفس الحجم نفس الخط نفس الوزن حتى يكون متوازن، وكانت إيد الرب صراحة عليه، كان إيد ربنا هو تخطط على إيدي.
المشروع الجديد راح أقدمه قريبا هو كتاب تعليم اللغة بدون معلم، اللغة السريانية العرب السريانية والعربية السريانية والإنجليزية، راح يطلع هذا إلكتروني أبليكيشن على كل التليفونات، راح ينزل لكل العالم إن شاء الله قريبا. وفي كمان عندي مخطط ثاني انه اخطط الانجيل بالاحرف الجديده يكون كتاب بين ايدين كل الناس حتى يقراوا ويتعلموا الكتاب المقدس ويقراوا ويشوفوا الخط الجديد للانجيل. لسه في افكار جديده كمان، بما انه نحن هلا قريبين على عيد ميلاد الرب يسوع بالجسد، نحن عملنا قبل يومين رسمت صوره سانتا كلوز بابا نويل ومرسوم، وكمان جنبه رساله باللغه السريانيه الاراميه حاملها سانتا كلوز. هذا شيء بدل انه كمان إن اللغة السريانية الآرامية هي موجودة، كمان إنه سانتا كلوز هي باللغة السريانية مارزوخي معناته زوخي، السرياني معناته سانتا كلوز. وهاي شيء نقدمه للميلاد للأطفال حتى يشوفوا إنه كمان حامل اللغة الآرامية، حامل السيد المسيح هو الذي كان يتكلم اللغة الآرامية في هذا البلاد. بس إن شاء الله قريبا نقدم أشياء جديدة، وإن شاء الله نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد، ويكون ميلاد ربنا يسوع المسيح بركة لجميع أنحاء العالم، يحل الأمن والسلام والمحبة في قلوب الناس. ويذكر أن الراهب بولس قد تعلم الآرامية في دير مار أفرام في الشام، والآن هو يخدم في دير مار مرقس بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية في القدس، ويواصل مسيرته وخدمته بربط الإرث القديم بيومنا هذا. وهو يقدم أيضا هذه المخطوطة للدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. هو نداء ودعوة من الرب للراهب بولس خانو بأن يسعى دائما إلى نشر هذه اللغة السامية العريقة من خلال مهارة التعليم والتخطيط والرسم والترتيل بهذه اللغة القديمة خوفا من اندثارها. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس. نتقاد ششمو تيث ملكوثو البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنون في كافة أنحاء الأردن وفلسطين عن تضامنهم مع أهالي مخيم جباليا في قطاع غزة إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بهم بسبب الحريق الذي وقع في إحدى البنايات السكنية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، معربين عن أصدقاء تعازيهم لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. بهدف جعل العاصمة عمان مدينة جذب سياحي، انطلق من مركز الحسين الثقافي أعمال المؤتمر المتخصص في تراث العاصمة ومحطات البريد الزاجل الأردني. وأكدت أمانة عمان أن الحمام الزاجل كان إحدى الوسائل التي تستخدم لنقل الرسائل، ويتميز بعودته دوماً إلى موطنه، كما أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة في المجالات السياحية والاقتصادية إذا ما تم استثمارها، خاصة في حال دمج مسار محطات البريد الزاجل مع المسارات السياحية في العاصمة. يذكر أن عمان كانت في العصور القديمة سباقة لإقامة محطات البريد الزاجل، وحظيت منطقة عراق الأمير بهذا الإرث من خلال إنشاء أولى المحطات التي كانت تنقل الرسائل. محطات البريد الزاجل مهمة في الأردن، ذلك أنها الآن بعد مرور 2000 عام تعود إلى النشاط وإلى الحيوية، وخاصة خلال العصور الهلينستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية. خلال العصر البيزنطي كانت هذه المحطات نشطة، وكان يستخدمها رجال الدين المقيمين في عمان في فيلادلفيا، وكانت ترسل برسائل المحبة والسلام، وترسل برسائل التجارة والاقتصاد ورسائل الفكر والثقافة، فهي عبارة عن محطات إشعاع ونور نوراني، إنها تستحق منا الاحترام والتقدير والصيانة والترميم وإدراجها على قائمة التراث العالمي. هذه المحطات اللي تم اكتشافها مؤخرا في عمان هي دليل على الإرث الحضاري والإرث التاريخي لهذه المدينة. إطلاق هذه المحطات يعني لهذا المؤتمر وإطلاق هذه المحطات والتعريف بها للناس العامة هو ده يعني من الأسباب الرئيسية له، إنه إحنا
نحاول نزيد وننشط من الحركة السياحية والحركة للسياح الخارجيين والداخليين من أجل الإقامة الأطول في المدينة، الحركة في المدينة أكثر، بحيث أنها تشمل المسارات السياحية اللي تم التحدث عنها، تشمل المواقع المختلفة. هذا دليل وإثبات بأن المدينة تتمتع بعمق وتاريخ قديم يجب التأكيد عليه والإشارة إليه من أجل الإفادة منه قدر المستطاع. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومتميزة بعنوان دور المرأة في الكنيسة، حيث استضاف البرنامج في الاستوديو سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن، الذي أكد خلال الحوار أن للمرأة مكانتها الكريمة في المجتمع والكنيسة ولها حقوق متشابهة مع الرجل بما أنها شريك له في مسؤولياته. فإلى هناك. برسالة قداسة البابا الرعوية سنة 88 بعنوان كرامة المرأة، فوضع فيها المبادئ الرئيسية للتعليم الكنسي فيما يخص كرامة المرأة ودعوتها في خدمة بيتها ومجتمعها وكنيستها، وأن تكون المسهمة والفاعلة في بناء شريعة المحبة الحقيقية التي يعطش إليها العالم. وأظهرت الرسالة بشكل جلي ما للمرأة من كرامة وما لدعوتها من أثر في تاريخ البشرية الخلاصي. وانطلق قداسة البابا في تأمل العميق حول معنى الإنساني بالكتاب المقدس ليفسر حكمة الله في خلقه الإنسان ذكرا وأنثى، فالفارق الجنسي لم يكن صدفة إنما هو من تصميم الله، لأنه تعالى أراد لكل منهما دعوة مميزة، وقد خص المرأة بدور أساسي لا يستغنى عنه. شدد البابا على ضرورة احترام كرامة المرأة التي كثيرا ما لحقها ضيم اجتماعي، وبين عظمة دعوتها ببعديها الأمومة والبتولية. فالتطور التكنولوجي الذي تشهده الإنسانية الآن يحاول انتزاع قيمة الأمومة من المرأة، فوسائل الإنجاب الاصطناعي أو طرق الأمومة المستعارة جعلت من الأمومة وكأنها وظيفة ميكانيكية أو مستعارة وليس صفة مغروسة في العمق في كيان المرأة، وهذا ما يقلل من سر الأمومة ويجعلها تافهة. كما أن الابتذال في مجال السلوك الجنسي يحاول أن ينتزع منها قيمة العذرية، فتفشي الحرية الجنسية بدون رادع داخلي أو بدون رسم حدود أو أطر للسلوك جعلت من العذرية خرافة أو وهما وغير ذات قيمة. ورأت الرسالة أن للمرأة دورا مميزا تجاه البشرية وفي مناحي الحياة كافة وتجاه الرجل بشكل خاص، فهي وحدها القادرة بشكل لا مثيل له أن تدخل إلى كنه الإنسان وتفيض المحبة في القلوب، وهي أفضل من يشعر مع الإنسانية، فلا أحد أقرب منها إلى الإنسان، لقد كان جزءا منها نما في أحشائها، أحست به من الداخل وأرضعته وهو على صدرها وفي قلبها، وهي أفضل من يعلن أن الله هو المحبة. سيدنا، هلا درست الكنيسة الكاثوليكية دور العلم العلماني في الكنيسة، وأنه مش لكن مختصر الخدمة الكنسية على الكهنة أو على المكرسين، وإنما أيضا أدخلت العلماني في عمل الكنيسة ومساعدة الكاهن جنبا إلى جنب. وإحنا بالأردن أعلننا وجود الشماسين الشمامسة الرجال في الأردن، وكانت هذه كمان خطوة كبيرة من الكنيسة الكاثوليكية على بمستوى الشرق إنه يعني تعلن وترسم شمامسة. موجودين الشمامسة في الكنائس الأخرى، لكن عندنا بالكنيسة الكاثوليكية دائما في تحفظات على هذه المواضيع. فمن أين رأت الكنيسة الكاثوليكية هذه التحفظات؟ شو تاريخ هذه التحفظات؟ من أين جاءت؟ لا بعدين صار شوي شوي مع قداسة البابا الانفتاح. إذا بدنا نبدأ في رسالة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في كرامة المرأة، بيستند إلى أسس في الكتاب المقدس. نعم. ومهم جدا انه نكتشف ما هو ما هي المبادئ الموجوده في الكتاب المقدس لكي نرى كرامه المراه، لانه من السهل ان نقول ان المسيحيه كرمت المراه والى اخره، ولكن لنعود الى الكتاب المقدس بشكل سريع. نعم. من اول صفحه في الكتاب المقدس من خلق الانسان، عندما يقول لنا سفر التكوين ان الله خلق الانسان على صورته كمثاله ذكرا وانثى خلقهم، وهنا بيعطي هذه المساواه في الكرامه ما بين الرجل والمرأة، لأنه اثنين خلقوا على صورة الله. وأيضا إذا بنقرأ في الأناجيل في عنا كثير من الأمور
اللي السيد المسيح خالف فيها عقلية المجتمع وأعطى اهتمام خاص للمرأة. وفي عنا أحداث كثيرة موجودة في الإنجيل المقدس للمرأة الغريبة الكنعانية، للمرأة المريضة اللي شفاها السيد المسيح، للمرأة الخاطئة اللي غفر لها، لمريم المجدلية إلى آخره. لما بنقرأ بتمعن هذه النصوص نشوف أنه مكانة المرأة تنطلق من كونها مخلوقة على صورة الله مثلها مثل الرجل، لها مكانتها في المجتمع، لها مكانتها في الكنيسة. هذا نقطة الانطلاق اللي موجودة. نموذجنا مريم العذراء. نعم. مريم العذراء في كل ما قامت به. ثم عنا تاريخ الكنيسة، كيف بدأت الكنيسة ومشاركة العلمانيين في الكنيسة حتى وصلنا إلى اليوم. كثير مرات في خلط ما بين ما يقول الكتاب المقدس والتقاليد الاجتماعية. نعم. ومرات التقاليد الاجتماعية في اضطهادنا للمرأة وفي سوء التعامل مع المرأة نستند بشكل خاطئ، ولكن نستند أحيانا إلى بعض ما ورد في الكتاب المقدس، وهي قراءات جزئية مجزأة ومغرضة للكتاب المقدس. نعطي مثل على ذلك في رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس. نعم. والتي تقرأ في في احتفال الكليل في الزواج، هنالك أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن، نقطة، والكلمة سلبية في. نعم. في الخضوع. نعم. ولكن لنقرأ كامل النص لنفهم المعنى، خضعنا لأزواجكن كما تخضع الكنيسة للمسيح. نعم. فليس خضوع الخوف ولكن المحبة. وبالمقابل لما بنستمر في الرسالة نرى ما هو دور الرجل. نعم. أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه في سبيلها، من أحب امرأته أحب نفسه. نعم. فهذه المحبة اللي يدعو الكتاب المقدس يدعو الرجل لها هي محبة التضحية في سبيل امرأته وليس التسلط عليها. نعم. هذه المبادئ الموجودة في الكتاب المقدس والتي تعطي المكانة الحقيقية للمرأة. وإذا بنرجع كمان مرة لسفر التكوين نرى عند دخول الخطيئة إلى العالم نتيجة الخطيئة أن الرجل يسود عليك، يقول الله لحواء، فإن الرجل يسود على المرأة هو نتيجة الخطيئة. نعم. وليس ما أراده الله من البداية. لذلك هنالك مكان علينا أن نكتشفها، مكان من الكرامة، من الحقوق، من يعني هذه المكانة الخاصة في تاريخ الخلاص اللي موجودة للمرأة، وفي نفس الوقت بدون أن نخلط الأدوار. يعني المرأة مساوية للرجل في حقوقها ولكن لا تعني أنها مشابهة للرجل. هنالك دور للرجل وهنالك دور للمرأة، هنالك تكاملية ما بين الاثنين. لما الله خلق حواء من ضلع آدم في الرواية الثانية للخلق قال الله لنخلقن للإنسان عونا بإزائه أمامه، عونا اثنين يتعاونوا، مش عونا اللي يسود عليه ولكن. نعم. حتى اثنين يتعاونوا بين بعض. وهذا المبدأ، لذلك هنالك كرامة متساوية، هنالك حقوق متساوية، في نفس الوقت هنالك اختلاف أيضا ما بين الأدوار المختلفة ما بين الرجل والمرأة، وهذا ما يبني المجتمع بحسب مخطط الله للإنسان. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية. مرور عامين على تعيين غبطة البطريرك فير فاتيسا باتسابالا بطريركا للاتين في القدس. البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني يقوم بزيارة رسولية إلى الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. انطلاق فعاليات بازار الرحمة الثامن في 9 من الشهر المقبل. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.